يختلط الطب البديل بالطب الحديث في أو على الكثير من الأشخاص، علما أنه في بعض الأحيان يكون كلاهما سليما ومفيدا. ولكن ما سنطرحه اليوم هو عبارة عن حقنة قد يعتقد البعض بأنها طب بديل، وقد يعتقد البعض الآخر بأنها طب حديث، بينما هي في الحقيقة لا تمت بصلة لأي منهما. نتحدث هنا عن حقنة هتلر التي أثارت ضجة في مصر العام الماضي بعد انتشارها بشكل واسع في المناطق الشعبية والقرى، وذلك لعلاج الإنفلونزا ونزلات البرد. كما أيضا أثارت الجدل حينها بسبب تحذيرات وزارة الصحة منها بعدما تسببت في مقتل شخص لتعود وتفعل نفس الشيء هذا العام. فتوفي شخص في منطقة عين شمس في القاهرة بعدما نفذ نصيحة صيدلانية بأخذ الحقنة، والتي تتكون من مجموعة من المضادات الحيوية والكورتيزون والفيتامينز، ويتم استخدامها دون وصفة طبية كعلاج سريع وبدلا من علاجه أودت بحياته. هذه الحادثة أعادت تحذيرات مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية دكتور محمد عوض تاج الدين من استخدام الحقنة، مشيرا إلى أنها قد تؤدي إلى هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب وأيضا تتسبب في الوفاة. سنعرف المزيد من التفاصيل عن هذه الحقنة من ضيفنا من القاهرة المستشار الإقليمي للتوعية الصحية في الاتحاد الدولي لمكافحة السل وأمراض الرئة والاستشاري السابق لمنظمة الصحة العالمية دكتور وائل صفوت. أهلا بك معنا. توفي شخص في القاهرة إثر تعرضه لخطأ طبي عقب تناوله حقنة هتلر، وذلك بعدما أخذها من صيدلية. لو تشرح لنا بالبداية ما هي هذه الحقنة ولما سميت بحقنة هتلر؟ هو طبعا انا سعيد ان بشترك مع حضرتك وطرح الموضوع. احنا محتاجين الفقره اللي انت بتتكلمي عليها الفتره اللي فاتت على موضوع السياره اللي بترجع للشركه لما الشخص ما يسددش، احنا محتاجين حاجه كده في الحقن وحقنه هتلر. مش معروف طبعا ايه المسمى جاي من ايه، بس يمكن من الاستعانه بالاسم ان هو شخص كان قوي فبيقضي بقى. بالنسبه للحقنه بتقضي على البرد بسرعه، وبالتاكيد زي ما حضرتك اشرتي ودكتور محمد عوض اشار انها مجموعه من المضادات على مسكنات كمان على حاجه طبعا فيتامين سي بالتحديد، وعلى اساس ان هذه الحقنه بتقلل الاعراض بتاعه الانفلونزا او البرد، الالام، الحراره، بتدي بتعطي طبعا مقاومه. وانا يعني معلش مش حابب كلمه ان هو خطا طبي، لان طبقا للقواعد مش المفروض الصيدلي يعالج حاله في الصيدليه، وهو مش مقرر ان هو اساسا يعالج اي حاله، بس للاسف في حاله فوضى في سوق الدواء في مصر، وطبعا مع غلو اسعار الكشف وغلو الاسعار بصفه عامه، وبالتاكيد وجود عدم رقابه جيده لهذه الموضوع، اكيد الموضوع هيتطور ويزيد ويبقى في علاج في الصيدليات زي ما حضرتك اشرتي طبعا. فلازم محتاجة قانون ومحتاجة مراقبة بالتأكيد يعني. طب دكتور، هل هناك ربط بين هذه الحقنة وفيروس كورونا أو حتى الإنفلونزا؟ وهل تستخدم يعني كعلاج مسكن للأوجاع المرتبطة بالإصابة بنزلات البرد؟ هو بالتأكيد عند العامة وعند الصيادلة اللي هو بقوا بيوصفوا علاج نتيجة ان المريض مش عاوز يروح يدفع كشف الطبيب ويوفر شوية في العلاج او في الدواء، بالتأكيد بتتكتب هذه الوصفة على اساس انها تقلل الاعراض، تبقى فيها مسكن فبتقلل الحرارة، بتقلل الآلام، فأي مرض مرتبط بجهاز التنفسي او اي ارتفاع في الحرارة، رشح، عطس، اي اعراض سواء بقى هي سببها كورونا او انفلونزا عاديه او حتى برد عادي، لان كل دي فيروسات مختلفه واعراض مختلفه بس مشتركه في موضوع الصداع والام الجسم والاجهاد العام والحراره والرشح طبعا. فالشخص لما بياخدها عند بعض الناس اللي عندهم استعداد او مشاكل في القلب، عندهم استعداد او يعني حساسيه نقدر نقول، ممكن فعلا يحصل هبوط عام قد يؤدي الى الوفاه. عضلة القلب وكهربة القلب ممكن تتوقف، شرايين القلب ممكن تنقبض بشكل كبير، وبالتأكيد الحاجة الخطيرة برضو انها ممكن تأثر على الكلى، يعني الشخص ممكن يعيش
بس عنده مشاكل في الكلى، مشاكل في الكبد، وده يجري على حد سواء مع كل المضادات الحيوية في مصر. أي أم أو أي شخص بيسأل صديقه، بيسأل الصيدلي، والصيدلي بيكتب المضادات الحيوية بينما ليس لها أي دور في الأمراض الفيروسية، بس نعم. بقت موضة، وبقت حتى الأم تبقى مستغربة قوي، إزاي يا دكتور ما كتبتليش مضاد حيوي؟ وخطر جدا طبعا طبعا يعني. نعم. طب نظرا لكل ما شرحته دكتور وائل، وأيضا رغم تحذيرات وزارة الصحة منها بعدما تسببت بمقتل شخص في العام الماضي، لما لا تزال هذه الحقنة متداولة في الشارع المصري؟ زي ما كنت بقول لحضرتك، في فوضى في سوق الدواء المصري. مش المفروض في اغلب الدول العربيه ودول العالم حتى بيبقى في الدواء يتصرف على مع الروشتة؟ لو مش موجوده الروشتة بتبقى طبعا مشكله، وبيعاقب المكان بغلقه تماما، الا الحاجات اللي بيقولوا عليها اون شيلف، اللي هي الحاجات اللي ما فيش فيها مشكله، حاجات لالتهابات الحلق، حاجات للكحه، حاجات خفيفه. انما الطبيب يعني لما بيكتب الدواء هو ده الوسيلة المناسبة، وطبعا ممكن يكون يعمل غلط، بس طبعا بيبقى عارف أكتر من الصيدلي. وعلى فكرة برضو مشكلة كبيرة في الصيدليات في مصر، إن ممكن حتى اللي موجود في الصيدلية ما يبقاش صيدلي، بيبقى شخص بيبيع وبيشتري فقط لا غير، ومن كتر الخبرة بقى بتاعة. طيب عذرا على المقاطعة دكتور، ولكن إن أخذها أي شخص هذه الحقنة بالغلط، يعني ما الإجراء الذي يجب عليه اتباعه باختصار لو سمحت؟ هي بالتأكيد في أدوية مضادة للحساسية، الشخص اللي هو بياخدها بالغلط في صيدلية بالتأكيد هو معرض لخطر رهيب. بس في طبعا حقنة الأدرينالين وحاجة ترفع الضغط لو الشخص حصل له هبوط عام أو حساسية. شكرا لك، كنت معنا من القاهرة المستشار الإقليمي للتوعية الصحية في الاتحاد الدولي لمكافحة السل وأمراض الرئة دكتور وائل صفوت.